وجيت مخصوص من الفيوم عشان اسجل. سمعت ترانيم كتير، سمعت حوالي 5 أو 6 عشان اختار ترنيمة تناسب صوتي. استاذ رمزي بشارة اكيد هو اللي اختارها لي، وفعلا كان عنده حق، وهي ترنيمة جميلة جدا وممتعة، ولما تسمعوها هتحبوها جدا. بتتكلم عن شفاء المرأة نازفة الدم، مفرحة ومبهجة ومستمتعة وانا بقولها كده بصراحة. انا فعلا ما كنتش بهتم وبدخل الصفحة ولا بشوف، بقالي كتير قوي من ساعة ما قدمت الفيديو، ودخلت بالصدفة وسألت استاذ رمزي وكده واداني كشف النتائج ودورت، ولولا ان انا سألت يعني دلوقتي ما كنتش هعرف ان انا هسجل واخد الفرصة الجميلة دي. اقول لهم يهتموا ويدخلوا الجروب ويتابعوا ويدوروا عشان فرصة ما تتفوتش. لا ما دفعتش اي حاجة، اي تكاليف خالص، كلمات والحان وتوزيع، وهو عامل مجهود حلو جدا وخدمة روعة جدا. اللي فوت فرصته حتى لو رقم مثلا 2 أو 1، خلاص على كده هو 50 ترنيمة، ال50 موهوب. فاذا بقى رقم 1 مهتمش، فخلاص هو حر، هياخد بقى من بعد ال50 اللي هو الفرصة تانية، ال129 اللي هو استاذ رمزي مختاره. ادي للترنيمة دي بصراحة من وجهة نظري 9 من 10، وبعد الميكس كده تبقى 10 على 10.